وسط تلك الصورة لجأ المئات من الأوكرانيين والجاليات الأجنبية إلى الأنفاق الأرضية ومحطات المترو للاحتماء في باطن الأرض خوفا من أن تطولهم الهجمات الصاروخية الروسية. وقال رئيس بلدية كييف إن 4 محطات مترو لا تحتوي على قطارات قيد التشغيل تستخدم الآن كملاجئ. Ну, мы должны были выезжать еще раньше сюда, но почувствовали просто, что что-то неладное. И сегодня в 5 утра выезжали под выстрелы.